السلام عليكم اخواني اخواتي، انا قررت نمشي نبعد من المدينه شويه باش نرتاح نفسيا وعقليا، باش نبدا واحد السنه جديده مدرسيه مع الوليدات ديالي. وقررنا نمشي عند بعض اهلي خارج مدينه نيويورك. وحقيقه وانا غاده وتنفكر في الموضوع ديال قناه مربوحه وناس والزوجة ديالو سميرة، وتنشوف اليوتيوبرز الآخرين وكيفاش يقتاتوا على مشاكل الناس، ومبقاش فيهم الإنسانية، ومبقاش يهمهم الأسر تبقى مبنياتها ولا ما تبقاش، ولا شنو ممكن نستعمل ونستغل باش أنا نصور الفلوس. للأسف هذا ولات عقلية مضرة، والناس اللي تفكروا بهذا الشكل ولا ما بقاوش تفكروا اصلا قتلوا انسانيه فيهم، خاصهم يمشيو للثيرابي، لانك راه ممكن دير اي حاجه في سبيل الماده، والماده راه ماشي هي كل شيء. والله يستر، ممكن تدخل الماده وما ترتاحش بيها، ما تحش بالامان، ما تحش بالراحه. المهم هو انك انت تمشي في واحد الطريق اللي سليمه، دير الناس داكشي اللي بغيتي يدير لك، ماشي انت تحفر الناس وتحاول تقوي واحد على الاخر. هذه كلها طرق لا توصل الى خير. انا هذا الشيء توصل للانحطاط الاجتماعي والانساني في الفرد وفي المجتمع. نتمنىكم ما ديروش هذا الشيء وتوقفوا هذا للاسف. بعض الناس اللي موجودين في اليوتيوب ولو تستعملوا اليوتيوب كأداة للتدمير، أداة للتدمير، تدمير العقول، تدمير الأشخاص، تدمير المجتمع. وللأسف كاين اللي مغطية وجهها، كاين اللي معرية شي حوايج أخرين. للأسف ولا حساب رجالة ولا عيالات، ينطبق على الشخص. نتمنىكم كلكم تدخلوا سوق راسكم، وحتى أصحاب اليوتيوب المعروفين ومشهورين، نتمنى انكم ما تبقاوش تحطوا المسائل الشخصيه في اليوتيوب. انتم راه ماشي تضروا بها غير نفسكم، تضروا بها المجتمع، لان المجتمع تولي يفكر عادي نخرج نشارك هذه الاشياء. وبعض النساء ولا بعض الرجال اللي ناقصين عقل راه تيبداو يستعملوا اليوتيوب كمنبر يكملوا فيه الندابزه ديالهم، اللي دابزوها برا يكملوها فوق في اليوتيوب. ولا الاسر، انا تنقول اي واحد يستعمل منبر اليوتيوب بهذه الطريقه هو مضر على المجتمع، والمجتمع خاصو يحاول يحيدو بشي طريقه، لان جميع الاشخاص اللي تيبغيو يشاركوا افكار سلبيه اللي تقدر تأثر على الإنسان. أنا نشوف مرأة ولا راجل تتعامل مع شي طريقة معينة اللي ماشي مخلة بالدين وبالأصول، غيقولوا الناس باغين يتبعوهم. فلا، ما تشاركوناش هذاك الشيء، هذاك الشيء ما خصوش يتشارك، هذاك الشيء خصو يتخبى، هذاك الشيء خصو الإنسان يحشم على أعراضه وما يشاركش هذه الأشياء. وبالنسبة لنداء الأخت سميرة والأخ يونس، حقيقة انتم آباء ديال 4 الأطفال في هذا المجتمع، وكذلك انتم مسيرين ديال القنوات مهمة والناس يتابعوها. ونتمنىكم أنكم تصلحوا فيما بينكم أول شيء، وترجعوا الأسرة ديالكم، وما تخليوش اليوتيوب تولي شي حاجة مهم أكثر من العلاقة الأسرية اللي عندكم. بالعكس، المادية ترى غير مهمة، صلاح الأولاد والتربية هو اللي مهم. فنتمنىكم جميعا أنكم ديروا مراجعة لمن الأخت الأخ يونس والأخت سميرة وجميع أفراد المستعملين اليوتيوب، لا من مشاهدين ولا من يوتيوبرز نفسهم. نتمنىكم أنكم تراجعوا نفسكم وتحبسوا من هذه الأشياء اللي هي مضرة بالمجتمع، مضرة من بأي صفة كانت هي مضرة.
فنتمنى لكم جميع انكم ديروا مراجعه شخصيه لنفسكم، واليوتيوب المغربي يجب تنظيفه، ويجب اخراج جميع الناس اللي هما مضرين وما تفهموش وما شغلهمش في المجتمع ديالنا، لاننا حنا شغلنا في المجتمع ديالنا. يلا، كانت معكم اختكم سامية فرحان، وسبب وضعي هذا الفيديو فقط لغيرتي ويصل الصوت ديالي للمشاهدين، ونتمنىكم تشاركوا معايا باش يوصل الصوت ديالي، وانا نتمنى انني نكون عندي بعض التأثير في المجتمع ديالي. شكرا.